هلو حبايبي كرام، بكم ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيش دام حبايبي كرام، مثل ما انتم شايفين شباب اليوم رجعت لكم مقطع جديد. شباب المقطع اليوم تاخر كثير حبايبي، نزل هذا الحدث ولكن شباب ما انتبهت له كثير. شباب لهيك الحدث نزلت لكم بشكل متاخر حبايبي، لا تاخذوني الله يرضى عليكم. حبايبي كرام قم بشهد المقطع حبايبي الكرام، بدنا نوصل هذا المقطع حبايبي الكرام 10000 لايك شباب. اوكي يا ساتير، مثل ما انتم شايفين. وهم الشيء حبايبي لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وصحه فطوركم حبايبي الكرام، رمضان مبارك عليكم يا اساطير. حبايبي مثل ما انتم شايفين شباب عندنا التبسون جديد والسنايبر جديد. شباب ما انتبهت له يعني هذا الشيء، من شوي كنت على البث مباشر وقالوا لي متابعين عليكم نزل حدث هذا وما انتبهت لهذا الشيء. اوكي يا اساطير، طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هذا الحدث يعني لازم نلف وكل شيء وكل شيء وكل شيء. اوكي يا حبايبي، طبعا شباب عندي 317 جوهره شباب، رح اعمل اول شيء رح نشحن شويه حبايبنا، نشحن جواهر شباب رح يكل يعني لحتى نقدر نجيب الحدث شباب، رح يكلفنا تقريبا رح اقول لكم مباشره يا اساطير. الحدث مثل ما انتم شايفين شباب لما ندخل هون على اليمين بيكتب لنا الشيء اللي اسمه ال اللفات، تمام حبايبي كرام، مرتين لفه مرتين لفه مرتين 29 59 99 145 وكل شيء هذول شباب. هاي الطريقه بس المهمه يعني يجب على الجميع ان يعني يشوفها عشان اذا يحب يشوف شيء حدث بيعرف مباشره كم راح يكلفه الحدث حبايبي الكرام. اوكي يلا اساطير حبايبي خلينا ندخل نشحن الجواهر. اوكي يلا نس حبايبي نصنا اللي يصنا الكود يا اساطير. طبعا شباب انا عندي الاذان باقي له تقريبا ربع ساعه. اوكي حبايبي ولحتى يأذن هيك شباب قلت بدي انزل لكم مقطع بسرعه عشان يكون وضع الوزن لو سنجربوا المسويات على البث المباشر. اوكي شباب الان وصلنا الجواهر حبايبي الكرام، وصلنا معنا 2500 جوهره. نعمل خلط يلا حبايبي ليتس جو. هاي صار الخلط شباب، بما انه شباب راح كثير من الناس بيقولوا لي عليكم تحاول تضرب دائما بالوسط يعني. اوكي خلينا نضرب الوسط. ابلع حزبط صندوق روكي، شو هذا؟ طبعا شباب بالنسبه للطبسون عندنا مخزن ذخيره، فيه مخزن يعني فيه كثير من المخزن مثل ما انتم شايفين شباب علي لما نشوف مكتوب زاد يعني 2 وسرعه يعني مخزن وسرعه، بس ولكن عاد تعبيها شوي خفيفه بطيئه، فهمتوا علي حبايبي الكرام. اني واي شباب الحلوين عندنا هون السنايبر فيه اختراق الدروع سنايبر ثلج وفيه المدى يعني، بس ولكن سرعه الحركه هي عادي شخصيه كيلي بيمشي الحال. هيك شباب خلينا نجرب هون شباب يطلع يلا 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 بيضة. نضرب هون على اليسار لنشوف الحظ. شباب متحمس كده للسنايبر شباب، انا ما انتبهت للحدث شباب صدقوني ما انتبهت له اليوم، انا ما اعرف انا متفاجئ انه ما انتبهت للحدث اليوم شباب، عن جد متفاجئ كثير وانه لازم قول سنايبر اوبا تمانو تمانو شباب. يلا شباب نحاول نجيب حلو شلت طبسون كمان بيض. والله شباب الطبسون يطلع لنا اخر لفه كمان كمان شيء اسطوري بيض. يا سلام لو كنت ضرب تحت كمان كان مشي الحال. يلا جوهر غير كافي لجوهر جزء وات وات ستيت كم يكلف؟ قول لي كيف هيك؟ شحنت انا؟ لا نرجع شباب او ماي جاد. اوكي شباب يعني باقي لي شوي من جوهر يعني عن جد شيء باقي لي، بس حالك كمان نجمل الشحن اللي باقي لنا شباب باقي لي شحن الجوهر. خدمه كبيره صارت معي. اوكي يلا نجيب الطبسون شباب كمان راح ندخل نجرب الاثنين يا اساطير. لازل لازل زي جبنا الطبسون حبايبنا الكرام. يلا يا حبايبي خلينا ندخل شباب نشوف الطبسون السلاح شباب، ندخل نجربه شباب نشوف الوضع. القناص نجي لهون يعني حتى شكله اسطوري شباب الصراحه يعني شكله يعني دراجون مع دراجون وشي يعني واو. اوكي خلينا نجيب الطبسون شباب، الطبسون ما عندي حتى ما عندي سكيل للطبسون يعني الصراحه. هي صار الطبسون عندنا هون معدل تصير فيه سرعه ومخزن يعني ويلي 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 شباب. ندخل نجرب بسرعه شباب، ندخل نجرب بسرعه شباب ما في وقت شباب، خلينا ندخل نجرب ابو جرب ابو الحدث. يلا يا ساتير ليتس جو. يلا حبايبي اوكي اوكي شباب وقف. اوكي شباب عندنا هون السنايبر، طبعا السنايبر شباب بالعاده يعني ما في ولا شيء. اوكي بدنا نجربوا اشياء نعمل له اشياء شباب فهمتوا علي، راح نجرب ال اوكي اول شيء ناخذ اول شيء سنايبر. لا شباب اول شيء نجرب السنايبر، نجرب السنايبر شباب نجرب السنايبر شباب نجربه على شيء. وقفوا اوكي 165 165. اوكي خلينا نعملها هون نشوف
نجي لهون نعمل هون ريفريش. الضرر الفعل تلف الدرع ضرب 62 هون مع الدرع يعني ضرب 100 شاب يعني 100 شو اسطوري صراحة يعني كل ضربة يعني ضرر الدرع 62. خلينا نشيل ال شو كنت بدي اعملها حبايبي هي نشيل الدرع نشوف نعمل هيك كم بدون درع كم راح يضرب 165 شاب كأنه في سنايبر كأنه معنا سنايبر حبايبي. قلت اوت 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 هاي شوف حط ال شباب نطلع على التدريب شباب هذا بده دخلي على التدريب بشكل سريع شباب نجرب اموت شباب هذا لازم تدريبته لازم نجرب السنايبر ولي معلم 23 ولا ضربتين شو اسطوري حلو اسطوري كتير ايه 108 حلو كتير 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 حلو شباب عن جد شي اسطوري كفو 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 خلينا نشيل لهون شباب ايه كوبرا كوبرا جرب الحشيشي ما اشتغل ايه ما بشتغل حشيشي شو ها طبعا شباب هذا سنايبر لازم نجربه بال وقف شوي يعني هذا لازم نجربه شباب بالرنكد يعني بالرنكد راح ينفع اكتر بس ولكن شباب يعني 123 يعني شباب شيء اسطوري بالنسبة لسنايبر تلج يعني يا إلهي يا للربع يا للربع الشباب شباب شي واو هاي روح ورا التلج نشوف هاي روح ورا التلج نجربه حبة ورا التلج ثواني 124 شباب 142 وقف شوي هذا ورا التلج وقف شوي وقف شوي حبيبي وقف شوي وقف نجرب التلج عليك يا زلمة اوكي خلاص يكفي ماشي ليش ما اشتغل حشيشه اشتغل حشيشه حبيبي يلا معك يلا خلينا نطلع نجرب التبسوشة ليتس جو شباب الصراحة أنا ما أعرف ما أعرف أنا ما أعرف ليش طلعت من التدريب أنا ما أعرف شباب ليش طلعت من التدريب حبايبي غبي صراحة ما بعرف ليش طلعت من التدريب يا صديقي يلا رجع طلع التدريب حبايبي ليتس جو طبعا شباب يعني سنايبر راح اشوفه بالنسبة للاعب شباب يعني لاحظ انه ضرر اكثر يعني هذا شباب فيه المدى طبعا سنايبر عادي هذا سكين له تمام بالنسبة للسنايبر فيه مدى يعني بيضرب من بعد حلو تمام وفيه الاختراق الدرع يعني خاصيتين اسطوريتين شباب يعني اذا بولة يعني تضرب بولة ثلج زايد تختار الدرع فهمتوا علي اوكي شباب خلينا نروح على نجيب الطبسون الان نجرب الطبسون شباب لانه ما في كتير سكنات للطبسون شباب فهمتوا علي كيف يعني كتير قليلة اوكي معنى 42 ضربة اووو 42 42 شباب بدون شي 42 بدون شي شباب يعني نحط له مثلا المخزن واحد نحط له مخزن ثلاثة والتاني وقف خلينا نحط له الدعايات و لا اه طبسون شباب واصلا طبسون ما فيه مخزن شباب هذا يدل شباب انه صار على جوعان شباب كثير كثير وتاثير يعني الصيام فهمتوا على كيف سطلوني شباب حبيبي باقي للفطور عندي لذال 10 دقائق تقريبا شباب فهمتوا على كيف لا تعطوني حبيبي كلام اوكي هنا نحط له مثبتات وندخل نجربه شباب هذا كمان طبعا شباب هذا بالنسبه لي يعني الطبسون ما فيه شيء يعني فيه سرعه وفيه المخزن يعني عن جد يعني شيئين اسطوريين شباب يعني راح نستخدمه كتير شباب بالرنكد وكل شيء شباب حتى بالرومات يعني راح يفيدنا كتير خلينا نحط له بوش تروى اوكي هاي ايوه 47 شباب بتعرف شو بتساوي يعني بتعمل هيك بتخردق اللاعب خردقه بكل معنى الكلمه معلم بتخردقه بكل معنى الكلمه حبيبي يلا يا ساتي خلينا ندخل نشوف وين الوضع ايه تمانو هاي معلم وقف شوي 75 بالهيد شوت وقف وقف فضولة تطورك شوف يلا تطور بقى ما كان الوضع مركز يلا ما كان الوضع مركز بس كشكل شباب كشكل اسطوري الصراحة ها يعني شي دراجون شوف دراجون هاي اللي شعرت الصفرة وهيك عم يطلع يا سلام عن جد شي مرتب شباب يا للروعة اوبا يوب دمي 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 دمي
شوف العيوة أرنوب متخبى أرنوب يتخبى إيه يتخبى ورا ابلع. لا والله الشباب شي حلو يعني. شوف ها تضرب على الجنب إذا أنت مبربر معلم بتبربره. إذا أنت مبربر يعني لاعب جديد باللعب تضرب ما تضرب على تضرب أصفر يعني معلم. شوف راح تفهم علي شو المقصود. 47 ضربة فيها يعني تضرب عليه هيك بعدين بموت. أخف شوي طبعا دول معلم يضربونه بعيد طول هذا بس شوف ولسه فيه معلم وغير تمام. شي حلو والله شي أسطوري. هيا شوف الورا ايه هوبا. شباب صراحة بالنسبة هالعجلة هاي شيئين أسطوريين شباب. هيا نشوف رجع بفرجيكم شباب عن جد شيئين أسطوريين والصراحة شيء مرتب صراحة يعني. شوفوا كشكل يعني كشكل باين شيء باين شكله شباب كشكل بس كشكل سكين شباب أصفر على دراجون بيطلع هيك شيء أسطوري شباب. اوكي حبايبي الكرام اعتقد هيك وصلنا لنهاية المقطع. يا احلى ناس ان شاء الله عجبكم المقطع يا حلوين. بنشوفكم ان شاء الله شباب على المسويات على البسوس مباشرة على الفيسبوك الصغير اللي بيطلب دايما عليكم. وين تعمل بسوس؟ دايما بعمل بسوس مباشرة على الفيسبوك الصغير الرابط موجود تحت بالوصف. يا احلى ناس بتمنى لكم الصورة شباب ابي تابعنا لا تنسوا تشتركونا يا حلوين حطونا زر اللايك الله يخليكم وبشوفكم على خير. سلامات.